يقدم لكم هذا البرنامج برعاية دار البهجة. عزيزاتي إن شاء الله تكونوا بخير. حصة جديدة من حصتكم الصيف صيف مع لولو اللي دايما جينا برعاية دار البهجة. بصح اليوم ما جيتش وحدي، جيت مع معلة تعرفوها. اليوم جيناكم بوصفة خفيفة وهيلة، وصفة اليوم تليق للصيف، جي هيلة. فيفي ورينا مش راح نديرو، راح نديرو شيش كباب بالبطبوط اليوم. نسقسيك حاجة فيفي، مش ديري انتي شيش كباب ولا البطبوط؟ انا ندير شيش كباب و تدير البطبوط. خلاص نبداو معاك انتي. نبداو، يلا نبداو بالمقادير. عندنا الدجاج مرحل، الكونتيتي اللي نشوف على حسب العائله. عندنا راس حار مرحل رقيق، عندنا بصله صغيره صغيره ولا بصله كبيره ولا زوج صغار. احنا درناها، احنا نكونوا الحينها رقيقه باش نحن نصفوا لها الماء ديالو ومن بعد نقول لكم واش نديروا به. عندنا المعدنوس مقطع رقيق، نسحقوا مغرف فارينه، عندنا شحم كاين اللي يحب يديرو كاين اللي ما يحبش. هاد الشحم نقول لهم حاجه، هاد الشحم مليح يبلل لك الصدر ويرجعه لك طري شويه. شتو حنا الصدر دايما يجينا شويه، اللي يحب يديرو اللي يحب ما يديروش. عندنا جوج سنينات ثوم مرحيين، عندنا هنا قزبر مرحي، عندنا فلفل عكري حار، وعندنا فلفل كحل والملح. يلا نبداو على بركه الله. نحطوا الدجاج ديالنا، ما ديريش الشحم، كاين اللي يحب يدير شويه كاين اللي يحب يدير بزاف. نديرو شويه باش يطلق لوكو الحار. الفارينه كاين اللي يحب يدير فارينه وكاين اللي يحب يدير مغرف شابلو. شابلو كيما يحب. الثوم ديرو شويه ملح، ديرو شويه فلفل الحل، العكري الحار ما نكتروش باسكو درنا الحار. هكذا زيدي قزبر ملح، نديرو قزبر ملح، ملح خلاص الفارينة درنا. دوك نخلطوهم بيان، نعجنوهم مليح، دوك تخلطهم بالمغرف ومن بعد نزيدو نعجنوهم بيدنا بيان، نغطوهم بابي فيلم ونديروهم في فريجيدار باش نروحو نوجدو البطبوط ديالنا. دوك حنا نكملو هكذا ومن بعد نوريكم البطبوط والمقادير ديالو. هنا كملنا الشيش كباب ديالنا، غطيناه ودرناه في الفريجيدار يريح ساعة باش يشرب هادوك لي زيبيس بيان. ودركا رايحين نديرو البطبوط. فيفي تعاونيني. نعاونك روحي. عندنا نعطيكم المقادير، هنا عندنا كاس حليب وكاس ما، انا كيلت بهاد الكاس باسكو رايحة نكيل كامل بيهم، كاس حليب وكاس ما. بس نقولو لهم المقادير ومن بعد نبداو. عندنا كاس سميد الرطب كامل،
نرطب كامل. عندنا 3 كيسان فارينة، 3 كيسان فارينة. عندنا مغرف سكر تاع الأكل، مغرف سكر وشوية ملح، وعندنا مغرف خميرة تاع أكل. نبدأ بسم الله، نبدأ بالحليب، حليب والماء، كاس كاس. هنا درنا كاس ماء، كاس حليب. عندنا مغرف سكر نتاع العشاء، عندنا مغرف خميرة تاع العشاء، وعندنا شوية ملح، شوية ملح. خلطيهم فيفي، خلطيهم شوية هكذاك. نديرو كاس سميد، خلطي فيفي سميد رطب، سميد لرطب، بيه سميد لرطب. نزيدو له كاس فارينة، نصيروها كاس فارينة. خلطيهم فيفي، نجيب بابي فيلم ونجي خلطيهم بيان. شوفوا درت كاس سميد، كاس فارينة، زوج كيسان فارينة اللي قاعدوا مازال ما نديروهم حتى تخمر لنا واحد جي مينوت، طلع شوية واحد جي مينوت هكذاك قسمة تريح، ونغطوها ونخلوها، ومن بعد نعاودو نولو ليها نديرو الفارينة. هكذا نغطوها، هكذا نغطوها، نخلوها واحد جي مينيت ساميلت هكذا، ومن بعد نعاودو نولو. هنا بعد ما خمرت العجينة جي مينيت، نعاودو نديرو لها زوج كيسان فارينة اللي بقاو. نسيني نسير هناك، هاو الكاس مزيان، وهذا طروازيام خاطش قلنا 3 كيسان فارينة وكاس ميدرطا، كاس ميدرطا هكذا. دوك تخلطهم فيفي، كي تخلطهم نديروهم في البيتخان يتعجنوا. اللي ما عندهاش بيتخان معليش تعجنها 5 مينوت بيدها، هذا ما كان. ومن بعد روحي خلطي ديرهم هاي ليك. هنا انا رايحه نديرها في البيتخان، اللي ما عندوش بيتخان يعجنها بيدو حتى هكا قسمه تلم. لازم العجينه تكون طريه، ما تكونش يابسه بزاف. هاي ليك نخليها تعجن 5 مينوت ونحيها. هاي العجينه نتاعنا كي عجناها شوفوا طريه ها. دوكا نديروها هنا، نغطوها وخلوها ترتاح 5 دقائق ولا 10 كيف كيف ترتاح. نغطوها هايليك. انا نغطي العجينه ديالي ونخليكم مع فيفي تكمل لي بروشات نتاع شيش كباب ديالها. هنا بعد ما خلينا الدجاج ديالنا يريح في الفريجيدير ساعه، نجبدوه باش نديرو لي بروشات. حبيت نقول لكم حاجه برك، الا شفتو كي كنتو تبداو تخدموا لي بروشات، الا شفتوه جاري اللي دارت الفارينة تزيد الفارينة، واللي دارت لا شابلوغ تزيد لا شابلوغ. انا نبدا ندير هنا، نديرو الزيت في يدينا هكا باش ما يلصقناش. كاين اللي يحب يدير الماء بصح حنا الزيت خير. تحكمي هكا، لصقي زوج مطارق ودخلي. كي يكون عندك مطرق خشين يجيك ساهل على هكذا، الشيش كباب ديالك هكذا تبداي تعمري فيه، تبداي تحبطي. وانت فاش حرت شويه تما ديري القيس اللي حبيتي. زيروهم من تحت شويه هكذاك، ومن بعد شغل تقرصوهم، شغل تقرصوهم هكذا. دوك حنا نكملوهم كامل هكذا. شوفوا العجينه نتاعي هاي خمرت. دوك انا نفتحها نديرها كويرات ومن بعد نولي لكم. هنا شوفوا كي خمرت لي الخميره العجينه جي مينوت، كورتهم. دوك نبدا الكره الاولى اللي بديت بها نفتحها
نفتحها ونحطها في طرشونه تخمر هكذا. ها ديما نفرشوا الفرينه باش ما يلصقش. هكذا كيما تحبي، ماشي خشان بزاف وماشي رقاق بزاف. ها انا ما حبيتش نكبرهم بزاف، وسييت هذه، درت هذه واحده باش نوري لكم بطبوط صغير، درت واحده برك هكا هكذا. نفتحوهم كامل هكذا، نديروهم يخمروا ونغطوهم قيس ما نكملوه كامل هكذا، ومن بعد نبداو نطيبوهم. هاي ليك هذا نايفي في شويه هكذا، نحطوهم كامل ومن بعد نغطوهم بطرشونه جي مينيت نبداو نطيبو ان شاء الله. يقدم لكم هذا البرنامج برعايه دار البهجه. هنا درت الطاجين تاعي يسخن يسخن باش نبدا نطيب البطبوط ديالي. هذا الطاجين جبته من دار البهجه، فيه دوبل فاس، جهه رطبه وجهه فيه من تحت فيه ليري، تقدري طيبي فيه منا ولا منا. فيه اليد نتاعو، اليد ما درتهاش، وفيه زوج يدين هنا، تعرفوا يطيب هايل وحمر. روحوا ضربوا طلع على لاباج ديالهم، تصيبوها في اسفل الفيديو، تصيبوها في اسفل الفيديو وشوفوا. عنده فيس شابين تاع الماعن يتباعوا. دوك نبدا نطيب البطبوط ديالي في فيرميلي وحده. هنا بعد ما خمروا جي مينوت نبداو نطيبوا فيهم. ارمي بسم الله، شوفوا كيفاش نطيبوه، شوفوا دقيقه نقلبها، ثاني دقيقه نقلبها وانا رايحه هكذا حتى يطلع ويتنفخ هكذا كيف دقيقه ونقلب حتى يتنفخ. شوفوا كيفاش راهو بدا يتنفخ. وانتم ما ديروه، تحبوه خشين تحبوه رقيق كيما تحبوه. شوفوا كيفاش بدا يتنفخ، هاولي كيفاش بدا يتنفخ. ها ها شوفوا كيفاش نزير عليه باش يتنفخ لي بيان. ها نزيد نقلب ثاني، شوفوا كيفاش يحمر الطاجين راكم تشوفوه. شوفوا كيفاش يتطلع، شوف هكذا يجيكم فارغ الداخل وهايل. شوفوا كيف تنفخت، تاكلوه ما تشبعوش صدقوني، بنين وخفيف سورتو كي تاكلوه بشيش كباب. دوك فيفي تفهمكم على البصل هذاك اللي خلاته مقبل واش دير به. انا نكمل نطيب البطبوط ديالي وفيفي تفهمكم. البصل كي رحيناه رقيق خرجنا له الماء ديالو، صفيناه درناه في حنايا، درنا له مغرف طوماطيش تاع بواط كبيره، لي زيبيس عندنا اللي درناهم في شيش كباب نديروهم فيه، الملح، فلفل عكري حار، قزبر مرحي وفلفل كحل وربع مغارف زيت كبار. هنايا نديروهم كامل كيف ونشعلو عليهم فوق النار، نخلوهم قيس ما يعقدوا واحد دقيقه ونطفو عليهم. هاد لاصوص نديروها كي نكونوا نشوف في شيش كباب ندهنوه به. دوك كي نكون شويه نوريكم. يجي هايل وانا اللي نطيب في البطبوط ديالي. هنا كي كملت البطبوط ديالي باش نديرو نطيبو الشيش كباب ديالنا، قلبت الطاجين، قلت لكم فيه دو فاس، هاي ليك لا فاس دوزيام، راح نشوي فيه شيش كباب ديالي. وها هو البطبوط ديالي، هنا نخلوهم يتشواو ومن بعد نعاودوهم. مازال حتى نقلبوهم نديروا لاصوص. كي نقلبوهم هنا كي درناه يتشوى نقلبوه
هكذا وقلبي بشويه باش ما يطيحلكش من الطرف ديالي. هكذا نقلبوهم كامل. حنا الطاجين رشيناه بشويه زيت، هذيك الفشفاشه رشيناه دوك هكذا. شوفوا لاصوص هذيك واش دير به فيفي. ندهنوهم كامل هكا. كامل اوكي. طيب على الجهه الاخرى كيف ندهنوه؟ حنا نكملوا هكذا ومن بعد نتلاقاو معاكم في طبق التقديم. انا عاودنا ودينا ليكم بعد ما وجد الشيش كباب ديالنا هاوليك والبطبوط ديالنا هاوليك. شوفوا كيفاش جا هاوليك، شوفوا كي نحلوه لكم فارغ الداخل ها. ونتمنى منكم تجربوا الوصفات ديالنا هذه سورتو تاع اليوم، الشيش كباب والبطبوط. ونحب نقول لكم نشكر فيفي بزاف، يعطيك الصحه كي عاونتيني، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده. وصفه جديده ان شاء الله نديروا وصفات بزاف مع فيفي ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. سلام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية دار البهجة.